إنجاز سعودي جديد، طالبة ثانوية استطاعت أن تبتكر جهاز تحكم ذاتي في المسابح بدون تدخل بشري. أكيد رح نتعرف أكثر عن آلية عمل هذا الاختراع مع المبتكرة آلاء النمري. نرحب فيها من استوديوهاتنا في جدة. أهلا وسهلا بك يا آلاء. أهلا وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك، منورتنا اليوم ومبسوطين بوجودك معنا. وياريت لو تدينا فكرة عن هذا المشروع اللي هو عن جهاز التحكم الذاتي في المسابح. غالبا لما يكون عندك فكرة أو اختراع يكون في مشكلة، فالمشكلة اللي أنا واجهتها لما نروح الفنادق، الاستراحات، الأماكن اللي فيها مسابح، تشغيل المضخات وفلاتر المسابح تكون يدويا. فقلت ليش ما يصير في جهاز للتحكم ذاتي في المسابح. طيب كلمينا أكثر عن آلية عمل الجهاز، كيف يشتغل هذا الجهاز؟ تعمل على تقنية إنترنت الأشياء، بحيث أنه أقدر تحكم الكهربائي. إيوه، من أي ناحية أقدر أنه الكهربائي؟ على تقنية تفعيل إنترنت الأشياء من خلال التحكم الذاتي بالكهربائي. بالأجهزة الكهربائية من خلال شبكة الإنترنت، ويكون له جهاز خاص أقدر أربطه على الهاتف بتطبيق. أيضا خلنا نحكي أكثر آلاء عن أول الداعمين لفكرتك، واللي يعني دعم هذا المشروع ودعم هذا الابتكار، أو متى تم هذا الدعم؟ أمي الله يحفظها أول داعمة لي، كانت معايا في كل خطوة سويتها. الله يحفظها ويخليها لك دائما. الأم هي اللي كده تثق في أبنائها وتدفعهم وتشجعهم. ما شاء الله عليك. طب خلينا نتكلم اليوم، يعني دحين هذا الاختراع اللي سويتيه هو جهاز مرتبط بتطبيق عن طريق الإنترنت، هل هذا يعني أنه ممكن أننا نستغني عن الفلاتر التقليدية في المسابح؟ أيوة، نقدر نستغني عن الطريقة التقليدية لأسباب تنفعنا، منها أنه نوفر الوقت ونقلل الجهد البشري في تشغيل فلاتر المسبح وفي تشغيل مضخات المسبح وفلاترها. آلاء، كلمينا أكثر عن خلفيتك الدراسية، وإيش هي أصلا يعني اهتماماتك وهذا المشروع لما بدأتي فيه وقعدت تشتغلي عليه، يعني قد إيش دراستك دعمت هذه الفكرة؟ ما كان عائق لدراستي، بالعكس حسيت انه كان حافز لي. لا انا ما اسال عن جو المذاكره والوجبه. لا انا ما اسال اذا كان هو عائق، انا ابغى اعرف ايش الربط ما بين المشروع وما بين خلفيتك الدراسيه. كانت مسابقه في المدرسه اللي هو الاولمبياد للابداع العلمي، فانا شاركت فيها يعني اعطيتهم فكرتي. أكيد إحنا فخورين فيك وفي هذا الابتكار آلاء، يعني دائما نشوف البنات يعني خصوصا في الفترة الأخيرة قاعدين يطلعون بابتكارات جميلة جدا وقاعدة تفيدنا في شتى المجالات. طيب خلينا نحكي كمان آلاء، إذا في عندك أفكار غير هذه الفكرة أو عندك اختراع أو ابتكار غير هذا الابتكار اللي إحنا قاعدين نحكي عنه اليوم. يعني أفكار غيرها؟ يعني هل كان عندك أي ابتكار قبله أو شاركتي في مسابقات؟ لا الفكرة هذه كانت في بالي من زمان. يعني هذه الفكرة أول ابتكار لك صحيح؟ أيوة، أو هذا الابتكار أو طب ليه فكرتي فيها أو إيش اللي خلاك تفكرين فيها؟ يعني متى جتك هذه الفكرة وقلتي أنا لازم أبتكر شيء يخدم المسابح أو الناس اللي عندهم مسابح؟ هل كان في موقف؟ هل كان في مشكلة؟ أيوة مشكلة. أوكي. المشكلة اللي واجهتها لما نروح المسابح، الفنادق، يعني الأماكن اللي فيها مسابح، لما نشغل فلاتر المسابح، مضخات المسابح، يكون صعب تشغيلها، ياخذ وقت وجهد بشري. يعني مظبوط. يعني احنا لما نتكلم على طالبه ما شاء الله في الثانويه العامه وقدمت هذا الابتكار الجميل وفكرت في مشكله وحلها، انت اليوم ما شاء الله انت ثالثه ثانوي الان؟
ثاني ثانوي. ثانية ثانوي علمي أكيد. أي كذا افترضت. أيوة حلوي. فإيش طموحك بعد ما تتخرجي من الثانوية إن شاء الله؟ إيش راح تدخلي؟ إيش راح تكون دراستك؟ هل حابة إنك تكملي في مجال إنك تبتكري، تخترعي، تكون عندك هذا الجانب يكون تطوريه بشكل أكثر؟ أي صح، ممكن إني أنا أطور في مشروعي. أعرض مشروعي على الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وثاني خطوة أنشر مشروعي على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يتبنوا الفكرة وينفذوها على أرض الواقع. طيب نشرتيه ولا لسه؟ لا أنا أطمح إني أنا أنشره. طيب يعني في المستقبل. حلو. طيب يعني بما أنك يا علاء يعني أنت واحدة من الناس اللي شاركوا في أولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وقديش أنت استفدتي وحسيت إنه هذه بيئة خصبة للناس الطموحات، البنات الطموحات وحتى الشباب، حتى تطلع يعني أفضل ما فيهم وتديهم الفرصة إنهم هم يبتكروا بلا حدود. أبغاك تكلمينا أكثر عن يعني مشاركتك في الأولمبياد، شعورك اتجاه هذه الأولمبياد، كيف تشوفي هذا المركز دعمك بطرق مختلفة؟ لو ما كان في الأولمبياد للوطن للإبداع العلمي، إيش كانت رح تسوي آلاء؟ كلميني بليز. أكلمك عن المرحلة الأولى اللي سويتها في المسابقة. بدأت في مرحلة التسجيل اللي هي بدأت سجلت في برنامج موهبة. أيوة. بعدين سجلت في مسابقة الأولمبياد العلمي للإبداع، طبعا بمساعدة معلمتي، هي اللي ساعدتني أرشدتني. ثاني مرحلة كانت اللي هي لوحة العرض، نفس فكرتي أو اختراعي أقدمه في لوحة العرض. إيش الهدف من فكرتي؟ كيف جبت الفكرة؟ أجيب صور عنها، أنسق الكلام. تقريبا هذه كانت أصعب مرحلة لأن فيها تنسيق كلام، ترتيب حروف، كلام مختصر مفيد عشان يجذب القارئ. نعم. عشان نفس الفكرة تجذب القارئ ويكون كلام مختصر. نعم أكيد. لا وإحنا نتمنى لك كل التوفيق، مبدعة ومبتكرة في سن صغير، وإن شاء الله إذا تخرجتي وتخصصتي نشوف ابتكارات أكثر وأكثر ونشوفها على أرض الواقع. كلمة أخيرة تحبين توجهينها من خلال برنامج سيدتي اليوم؟ حاولوا أنكم تستفيدوا من تجارب الناس الناجحين لأنهم أكبر مصدر إلهام لنا ومثال أعلى بحد ذاته. وأول حاجة ابعدوا عنكم الأفكار السلبية لأنها تعيق نجاحكم، ولا تتوقفوا عن أحلامكم وابدأوا من الآن. وأنا حابة أشكركم على استضافتكم لي، وسعيدة جدا بتواجدي على برنامج سيدتي وعلى قناة روتانا خليجي. وحنا يا آلاء أكيد نتمنى لك كل التوفيق ونشكرك لقبولك هذه الدعوة. مشاهدينا بنطلع فاصل، من بعد نكمل باقي الفقرات.